الواضح يا حبايب انه رجع المسلسل الخرافي مالتنا. الخبر الاول اللي عدنا عن نجواني وامجد. طبعا امجد بهاي الصورة ما عنده جبهة لانه نجواني طير الهيام بارحة، بحيث جواني نزل بحساب الانستغرام شوية ستوريات رد بيها على بيسان وامجد اللي ردوا على فايز كنفش بالمقطع السابق اللي حطيت لكم اياه. طبعا هذه الستوريات كانت بالانستغرام بعدين تحولت للسناب شات، على كل خلينا نحط لكم اياها ونعلق عليها. استحي، عيب عليك عيب عليك، لك انت ما بتخاف على شرفك، قاعد عم تحكي على شرف العالم. What the fuck؟ شو هاد؟ عم تحكي على شرف العالم؟ ليش انت ما حكيت على شرف العالم؟ هنا نجواني يقصد بيه امجد، وبهذا المقطع اللي نزله بداية المشكلة وحكي ببوكتها وجاب سيرة الشرف. ليش انت عم تحكي على الشرف؟ ليش انت عندك منه؟ What the fuck؟ وضع فكر. لك انت لما تحكي على الشرف احكي على شيء عندك منه، احكي مو تحكي على شيء ناقصك. من الواضح ان نجواني مروق على امجد على الكامل وعم يهددوا. طبعا عاملين زلم من ورا الكاميرا، يعني ما شفنا شيء على ارض الواقع. يعني خلينا نكون واقعيين، امجد وجواني وبيسان كل اللي شفناه من عندهم على السوشيال ميديا ما شفنا ولا شيء على ارض الواقع. لك انا عم يهددوا من ورا الكاميرا، لك يا ابن الحلال، لك انا بعرفك كثير منيح، لك انت اكل مني كف نص بيتك، يعني ورا الكاميرا، لك على اساس انت قدام الكاميرا فيك تحكي معي. هاي شوف 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 هاي الدان هدول الشوارب. هو اللي قال اني ما علي، مجرد حبيت اطبخ كلام جواني بالفوتوشوب. يعني من فترة وطلعنا ردينا وصغرنا حالنا بصراحة، هانتو صغار من زمان، وعرضنا مشاكلنا، حكينا معهم على الخاص وما تجاوبوا وما عم يردوا على التليفونات وطالعين عم يكذبوا. ما مين حكيت انت؟ انت حكيت معي الخاص؟ ليش انا بعبرك اذا بعت لي انت الخاص؟ ما انت رحت بعثت لمدير اعمالي المستلم الاعلانات وقلت له انه انا مالي موني على الحفوضه وعلى هذيك، انا طلعت نزلت شوفت صور، فهمت علي؟ وانا ندمت لاني حكيت على جواني، بربك قل له بكفي وقف. ما تجيل الصوت هو عنا ترى، ها بس نحن جماعه ولاد اصل ما ننشرك شغلات مثل هيك. بس شوي بدا هسه هنا شوية ركزوا، لأنه جواني راح يكشف بأمجد إنه شلون هو ينقل كل الكلام اللي يقوله عن طريق بيسان أمها، يعني هما يكتبوا لها وهو يقوله. طيب شوفوا لما طلع عن النص المكتوب جنبه شو عمل. طلع طلع اللي هن بيسان وأمه. إيه ماشي حبايب، آسف خلصت الستوري. شفتي كيف عطلع عطلع على النص جنبه. إيه ماشي حبايب، طفي خلص الستوري. شو جايب جوز شو. ايه ماشي حبايبي، شوف 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 طلع مزبينا الطول اللي بس لك مو هيك. شوف شوف طلع جنبه على الورا. طبعا اتوقع انه اغلبكم يعرف انه امجد الكلام اللي يقوله دائما هو ينقلوله عن طريق بيسان وامها. يعني على كل هالستوريات كلش طويله ورد كمل وقصف وكل شيء، فاذا حابين تشوفوها كامله تلقوها بقناه الثانيه، بس حطيت لكم هنا اخوى شيء وكملوا الباقي بالقناه الثانية. الخبر الثاني اللي عدنا عن أنس وأصالة. طبعا اللي يتذكر هذا المقطع اللي نزلته وقلت بيه بوقتها انه أنس وأصالة بالتعاون مع أحمد النشيط مقررين انه يسوون وثائقي خرافي. يوم جتيني هواي كومنتات من أشخاص ما يعرفون شنو يعني وثائق. طبعا الوثائقي هو نقدر نقول مثل مسلسل او فيلم، ولكن يكون مو تمثيل وانما احداث واقعية. المهم هذا الوثائقي راح يصير متكون من 5 حلقات راح تنزلكم باليوم الثاني من شهر 10، يعني تقريبا باقي بس 3 ايام وينزل هذا الوثائقي. طبعا هو حيكون عن حفلة الجنين من البداية وشنو المشاكل اللي واجهوها الى اللحظة المنتظرة. طبعا هم نزلوا البرومو، راح احط لكم حاليا البرومو على مود تشوفوه. كم تتوقع نسبة ان تطلع على برج خليفة؟ 40%. ما صدق صراحة، اول ما اجت الرسالة قالوا لنا شكله حيزبط. يلا بسرعة تطبخ هذا، there's no time، لازم نرجع لبيتنا لدبي. احنا راح نسوي اكبر مشروع. مشان لازم يبعث لي مسج. انا متوتر. Why is it the biggest thing ever? دبي it just turns into بسرعة. باكل بس مرتين باليوم، العادة 5 مرات. بهاللحظة كل شيء احسه صار حقيقي. الموضوع ما حيكون فيديو على البرج، فعلا لازم نعمل انيميشن. عايز حاجة بتتعمل في 16 17 يوم، بتتعمل في يومين. في يوم؟ ازاي؟ خلينا نشرح. It's not happening. Is that what you're saying? The problem is that we didn't even. No one even put us in touch with these people. Wow. It's أجل إلى تاريخ 4. احتمال يكون تاريخ 5. احتمال ما حيصير. إن شاء
شاشه برج خليفه اوريدي محط مع الرقم القياسي. اكتبوا لي يا حبايب ايش قد انتم متحمسين بالكومنتات لهذا الوثائقي، وان شاء الله يطلع فعلا خرافي. وبس لهنا وصلنا لهذا المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه. كان معكم فهد زي مقالات مملكه القصص، مع السلامه.